مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هتقدر تحول اي نص لفيديو احترافي في دقائق. اي فكرة واي كلام في دماغك بيدور هتقدر ان انت تعمله لاي نوع محتوى انت حابب تشتغل عليه. لو حابب انك تعمل محتوى بدون ظهور على اليوتيوب او فيسبوك او تيك توك او انستجرام تقدر تستخدم الطريقة دي. تقدر تعمل فيديوهات طويلة فيديوهات قصيرة. اهم حاجة بس ما تنساش انك تعمل لايك لان ده بيساعد كتير جدا جدا. ويلا بينا البداية. انت لازم تسجل حساب على الموقع ده InVideoAI. انا هعمل حساب فهعمل لوجين. هنا بيطلب منك تكتب له الفكرة اللي انت عايزها للفيديو. تدي له الموضوع والتفاصيل والتعليمات اللي هو عايزها. وتقدر كمان تختار قالب جاهز. في قالب يوتيوب اكسبلينر يعني فيديو عريض على اليوتيوب. تحول السكريبت لفيديو. لو انت معاك سكريبت تقدر تديه له ويحوله لك لفيديو. لو انت عايز تعمل فيديو يوتيوب قصير اللي هو بالطول تقدر تستخدم القالب ده. وفي قوالب تاني. تعالوا نستخدم قالب يوتيوب شورتس بحيث ان انا اشرح لك الفكرة الاساسية للفيديو. هنا بيطلب منك انك تديله التفاصيل. وعشان تكتب سكريبت كويس تقدر ان انت تديله الفكرة العامة للحاجة اللي انت عايز. وليكن مثلا انا هسوق للكورس بتاعي اللي هو على منصة يوديمي. هنا اليوز تقدر ان انت تحدد صوت راجل ولا ست. اي صوت ممكن تختار صوت محدد باللهجة اللي انت حاببها. يعني مثلا ممكن تختار اللهجة بتاعت كاليفورنيا اللهجة بتاعت نيويورك. فعشان بس ايه اللهجات في اللغة الانجليزية ما هياش امريكان بس وما هياش بريتش بس. ده في كتير. احنا هنخليها اي حاجة وخلاص. فحابب بقى كمان تحط سبتايتل يعني عايز ان انت تضيف كابشن يظهر على الفيديو. طبعا ده احنا بنبقى نفسنا نعمل الموضوع ده وبياخد معنا وقت من مواقع كتير. هتلاقي موجود في اكتر من فيديو على القناة شرحت اكتر من موقع. وهنا مكتوب بقى حاجة اضافية. عايز تستخدم اي ستوك اللي هو الصور اللي هتظهر او الفيديوهات اللي هتظهر عايزها تكون من خلال اي ستوك ولا مش عاوز من خلال اي ستوك. فاحنا هنختار بريفير يوزنج اي ستوك وين كان ونعمل كونتينيو. كده بيكون هو عمل لك البرومبت اللي انت المفروض تكتبه بكل سهولة بدون اي تدخل منك زي ما انت شايف. لو انت حابب انك تضيف حاجة عليه بس انت متأكد منها تقدر تضيفها. فهو البرومبت ده هو اللي هيتحول لفيديو. هنختار هنا جينيريت فيديو ونشوف بقى السحر سحر الذكاء الاصطناعي. بعد ما جهز العناوين الأساسية للفيديو بيظهر معاك الاوبشن اللي انت شايفه ده. الاودينس اللي انت عايز يظهر لهم الفيديو. انت عايز الفيديو يظهر للديجيتال ماركتيرز ولا لرواد الاعمال ولا لمتخصصي السوشيال ميديا. وعايز المظهر بتاع الفيديو يكون بروفيشنال ولا كريسبي ولا انسبايرنج يكون ملهم. طبعا عايزه بروفيشنال. البلاتفورم عايز يظهر على يوتيوب ولا فيسبوك ولا لينكدين. انا هخليه فيسبوك ونكتب هنا ان هو بروفيشنال ويظهر للديجيتال ماركتيرز الناس المهتمة بالتسويق الالكتروني. نختار كونتينيو. وتقدر برضو انك تعمل اديت على البرومبت زي ما تحب. فانا هعمل كونتينيو. كده يكون جهز لفيديو مدته دقيقة وسبعة ثواني. In an ever evolving digital world, staying ahead of the game is crucial. Meet Muhammad Abu Abdullah, a Facebook advertising ace, with a comprehensive course on Udemy. Explore Facebook marketing, learn ad creation, and unlock. بنقدر ان انا ادخل هنا واعمل edit. تقدر كمان انك تغير كل الكلام اللي مكتوب هنا. ومثلا هنا دي الشريحة الاولى. ومكتوب هنا الكلام اللي هو ظاهر مع الشريحة الاولى. دي الشريحة التانية وظاهر معها هنا علامة الكلام اللي انت حبه. وبعد كده الشريحة التالتة والرابعة والخمسة الى ما لا نهاية. تقدر ان انت عند شريحة معينة مثلا زي كده دي اللي بيتكلم معك الكلام ده تخش انه تعمل ابلود. كمان اي شريحة من دول حابب ان انت ترفع الصورة بتاعتك. وليكن مثلا انا عايز ارفع صورة الكورس او مداخل عليها وعامل ابلود. كمان تقدر ان انت تعمل ايديت سكريبت. تدخل على السكريبت نفسه اللي بيتقال وتغير اي كلام فيه. تقدر تغير تايتل بتاع الفيديو. وكل ده تقدر تعمله من خلال تكست اللي مكتوب هنا. مثلا تقدر ان انت تختار او تعدل اي تعديل على الفيديو. ممكن مثلا تقول له امسح لي الشريحة التانية. طول لي شوية في المدة. غير الستوك اللي موجود في الفيديو. اي فكرة انت حاببها. كمان ممكن تقول له ليميت
ل 30 ثانية. كده بيكون هو حاول قدر الإمكان إنه يقلل مدة الفيديو وصلت 44 ثانية. بعد الفيديو ما تلاقيه تمام وظبط معاك تعمل اكسبورت دار اكسبورت فيديو، نختاره هنا لو عايزه بالووتر مارك ولا من غير الووتر مارك. طبعا عشان تشيل الووتر مارك فمعنى كده انك هتدفع الاشتراك المدفوع، ولكن احنا ممكن نقوله خلي الووتر مارك مفيش مشكلة، خلي نورمال وخلي زي ما هو 1080، لا يا عم انا عايزه 720 ونعمل كونتينيو. تقدر تدخل تعمل فيديو طولي، كده خلص الفيديو بكل سهولة. الفيديو خلص يا جماعة في دقائق. A realm where men of all walks of life transform into gladiators, competing not just against others, but against their own limitations. الفيديو خلاص خلص، تقدر تعمل له اكسبورت كل أريحية بشكل مجاني تماما. حابب انك تشترك في الخطة المدفوعة حاسب لك اللينك أسفل الفيديو، اشترك من خلاله واختار continue. أقل من 5 دقائق حرفيا عملت فيديو قصير تحفيزي تقدر تنزله على اليوتيوب، على فيسبوك، تيك توك، زي ما تحب. تقدر تبدأ تنشئ المحتوى الخاص بيك بكل سهولة. ودي كده اشتراكات الموقع من $0 تقدر تعمل 10 دقائق شهريا من الفيديوهات، تستخدم ايستوك معاك 10 جيجا ستوريج. لو هتاخد الخطة المدفوعة فهتجرب لمدة 14 يوم كده ممكن ترجع فلوسك تاني. الموقع تكلفته $25 شهريا، حاسب لك اللينك في اسفل الفيديو. متنساش ان انت تعمل لايك وتشترك بالقناة عشان تتابع معايا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.